وفاة البراء بن معرور، صحابي من العقلاء المقدمين، شهد بيعة العقبة. كان أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار، وأول من تكلم منهم ليلة العقبة حين لقي السبعون من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وأول من استقبل الكعبة للصلاة إليها، وأول من أوصى بثلث ماله، وأول من مات من النقباء. توفي قبل الهجرة بشهر واحد.